الأب إسحاق هو المتسلم
أخوتي شمام شمو قرون أيها الحضور الكرام. بداية كل شيء نرفع الشكر والحمد والسجود لربنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي أنعم علينا بهذه النعمة الروحية بأن نحتفل في هذه الأيام المباركة بهذا العرس السماوي المجيد ذكرى انتقال أمنا العذراء مريم إلى السماء، التي لطالما كانت وما زالت تلهم وتجذب قلوب جميع المؤمنين وتمنحهم السلام ورجاء متجدد بالخلاص. فكان احتفالنا وتكريمنا لها في الأيام الماضية بالترانيم والعظات الروحية عن دور هذه القديسة في حياة الكنيسة واحتفالنا بالقداس الإلهي الليلة الماضية، وها نحن اليوم نكمل هذه المسيرة، ولكن ليس ختاما لها، فهذا التكريم ليس مقتصرا على هذه الأيام المحدودة فقط، ولكن يجب أن يكون مستمرا على مدى الأيام الباقية في حياتنا، متعلمين ومتمثلين بهذه القديسة ومتأملين في تواضعها ومحبتها، كيف قابلت وقبلت الوعد الإلهي بكل تواضع وثقة وإيمان، متحملة جميع التبعات المترتبة على هذا القبول من الآلام والتضحية والعطاء برضا وسعادة وفرح. نعم، فقد اختارها الرب الإله لكي تكون أماً، وما الأمومة إلا امتياز كله ألم وتضحية وعطاء، ولكن أي امتياز هذا وأي أمومة؟ إنها أمومة للرب الإله المتجسد نفسه، فقد أبصرته ابناً رضيعاً لها في بيت لحم، كما رأته معلقاً على خشبة الصليب في الجثة. وها إن سمعان الشيخ يتنبأ عن آلامها بهذه الكلمات التي لطالما استرجعتها في ذهنها على مر السنوات التالية: حتى أنك سيقترف نفسك شيء. لوقا الإصحاح الثاني الآية 35. ولعل رؤيتها لابنها مرفوضا ومصلوبا بأيدي من جاء يخلصهم كان قمة هذا الألم. فإذا تساءلنا هل تكفي بضع كلمات أو بضع آيات أيام لوصف وتكريم هذه القديسة ودورها في خلاص البشرية، بالطبع وبدون تردد سيكون الجواب كلا، ولكن ملتمسين من الرب الإله أن يمنحنا الحكمة لنحاول كما حاول آباؤنا من قبلنا في الغوص في بعض أسرار هذا البحر العميق انطلاقا من الكتاب المقدس الذي هو كلامه الذي تحدث به إلينا. فإن مريم هي أم يسوع، وأن كل الصفات التي تضاف إلى اسم يسوع تضاف إلى اسم العذراء. فإذا آمنا بأن يسوع له كل المجد، هو ابن الله والمخلص والمسيح والرب، عندها يمكننا القول بأن مريم العذراء هي أم ابن الله وأم المخلص وأم المسيح وأم الرب. وهكذا تتخذ مريم العذراء من شخص ابنها كل ألقابها وأسباب تكريمنا لها. هي الممتلئة نعمة والرب معها، وهي التي نالت عضوة عند الله، فقد حل عليها الروح القدس وقدرة العلي ظللتها، وولد منها القدوس وابن الله. لوقا الإصحاح الأول الآية 35. مريم العذراء هي ابنة صهيون، أورشليم الجديدة، السماء الثانية، مسكن الله المقدس. إنها تمثل البقية الأمينة من شعب إسرائيل، أولئك الصديقين الذين كانوا ينتظرون بفرح مجيء الرب المخلص في شخص المسيح. مريم العذراء هي تابوت العهد الجديد، فبعد خراب أورشليم الأول اختفى تابوت العهد، وعندما أعيد بناء الهيكل ترك المكان المقدس فارغا، وكان هذا الفراغ علامة رجاء وانتظار لمجيء الله من جديد في الأزمنة الأخيرة. فكون مريم العذراء ممتلئة نعمة وجعلها تابوت العهد الجديد المقدس ليسكن فيها كلمته وابنه الوحيد يسوع المسيح المخلص بدل لوحي العهد. مريم العذراء هي أمة الرب، هذا كان جوابها للملاك: ها أنا أمة الرب فليكن لي بحسب قولك. أي بهذا القول ليس فقط أنها اختيرت من قبل الله لرسالة خاصة، بل قبلت وخضعت لتلك الرسالة
مشيرة برغبتها في إسهامها الفعلي في تحقيق القصد الإلهي. هي حواء الثانية، فحواء الأولى رفضت الانصياع إلى أمر الله، أما مريم قبلت قول الله وخضعت لقصده، وأتاحت لكلمة الله أن يتجسد فيها ويظهر منها للعالم. فهذا الجواب ليس إذن كلام تواضعا بقدر ما هو كلام إيمان ومحبة. فمريم باسم البشرية جمعاء قبلت الخلاص الذي أراد الله أن يتممه بواسطة ابنه الحبيب. مريم العذراء كلامها يملأ من يسمعه بروح القدس، فبهذا شهد الرسول لوقا في إنجيله: فلما سمعت الإصابات سلام مريم ارتكب الجنين في بطنها وامتلأت من الروح القدس. لوقا الإصحاح الأول الآية 41. هي الملكة وابنة الملك الواقفة عن يمين ابنها الملك، فقد قال عنها الملك داود في كتاب المزامير: قامت الملكة عن يمينك بذهب أو فيه. وكل مجد ابنة الملك من الداخل، المزمور 45 الآيتين 9 و13. هي التي حققت أول وعد الله بالخلاص، فنسلها هو من سحق رأس الحية: وأجعل عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، فهو يسحق رأسك وأنت تصيبين حقه. التكوين الإصحاح الثالث الآية 15. هي العليقة التي رآها موسى والنار تشتعل فيها دون أن تحترق. الخروج الإصحاح الثالث، لأن نار اللاهوت بالروح القدس حل فيها دون أن تحترق. هي ذلك الباب المغلق الذي دخل منه الرب الإله ولا أحد سواه، والمذكور في سفر حزقيال الإصحاح 44 الآية الثانية: إن هذا الباب يكون مغلقا لا يفتح ولا يدخل منه إنسان، لأن الرب إله إسرائيل قد دخل منه فيكون مغلقا. وما هذه النبوءة إلا تأكيدا بأن العذراء مريم هي دائمة البتولية. وبعد هذا كله يمكننا القول بأن مريم أم المسيح هي أم المؤمنين به، أي أم كنيسته. هذه كانت وصيته وهو معلق على خشبة الصليب عندما قالها لتلميذه يوحنا الحبيب: هذه أمك. فإن كانت أما لهذا الرسول فبالتالي هي أمنا نحن جميعا، فمن يكرمها؟ إنما يكرم المسيح نفسه، له كل المجد والإكرام. نعم أحبتي، فلنكرمها بأثمن ما يمكننا أن نكرمها به، فلنقدم قلبنا لها ونطلب شفاعتها وشفاعة القديسين لنحقق هذا الهدف، فيكون بذلك بالفعل أسمى وأثمن التكريم. والآن يا أخوتي، لنكن واثقين من أنها ستجيب طلبنا إذا طلبناها، وستقوم بحل مشاكلنا كما تدخلت في عرسقان الجليل وتشفعت لنا عند ابنها الحبيب. ولكن قبل كل شيء علينا أن نستمع لوصيتها لنا حين قالت: مهما قال لكم فافعلوه. يوحنا الإصحاح الثاني الآية 5: فطوبى لك أيتها العذراء يا من رافقت الرب الإله في كل مراحل حياته على هذه الأرض. طوبى لك لأنك قبلت أن تكوني أمة للرب. طوبى لك لأنك أول من كشف له الثالث المقدس عندما بشرت الملاك إن الروح القدس سينزل عليك وقدرة العلي تظللك، لذلك يكون المولود قدوسا وابن الله يدعى. وها نحن اليوم نطوبك كما أوصيتنا، هو ذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. لوقا الإصحاح الأول الآية 48: فتشفعي لنا عند سيدنا ابنك الحبيب يا أمنا الحبيبة الآن وفي كل الأوان. آمين. عيناك تنظر إليّ،
حبيبي سعيدنا أنا في لقياك في أنت وفي قريبي سر جميل أن أراك قلبك ثروة نصيبي أكنز من فيض غناك روحك شعلة لهيبي تضرب الحب في وجداني عيناك تنظر إلي حضورك يهز كياني يرعاني بالغفرانك منبع بحر الحنان Thank you.
والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ابائي كان الاجلاء الشمامسه المحترمون، ايها الحفل الكريم، نشكر الرب يسوع من اجل هذه الامسيه المباركه التي فيها نحتفل بانتقال امنا الحنونه مريم العذراء الى السماء كيما تجلس عن يمين الملك وتكون ملكه لجميعنا، متشفعة لابنها الحبيب ان يخلصنا وينجينا من كل اذى وسوء خفي وظاهر. في هذه الامسيه المباركه اود ان انتهز هذه الفرصه الثمينه واطلب من ام الحنونه ام القديسين جميعا ان تصلي لاجل هذا العبد البطال الضعيف مرماري، كما يمنحني ابنها الحبيب بروح القدوس الحكمة والمعرفة الكافية كيما نعطي لكم بعض الدلائل أو الأدلة القليلة من الكتاب المقدس عن شفاعة القديسين. ما سوف نذكره الآن أحبائي هو قطرة في بحر من الشهادات الموجودة بكل وضوح في الكتاب المقدس عن شفاعة القديسين، ولكن في نفس الوقت نقول وبحزن شديد أن بعض أحبائنا يدعون ويقولون بأنه لا توجد شفاعة للقديسين، الوحيد يسوع المسيح فقط، ويختلطون بين الأمرين، بين شفاعة المسيح له كل المجد وبين شفاعة القديسين أولاد المسيح. أحبائي، إذا تكلمنا عن شفاعة المسيح ففي يوحنا الأولى، رسالة يوحنا الأولى الإصحاح الثاني والآية الأولى، يقول يوحنا الحبيب: يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار. يا أولادي أكتب إليكم ألا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فينا فلدينا شفيع عند الآب هو يسوع المسيح البار. والرد على هذا أو الرد على هذه الشفاعة هو تكملة لهذه الآية التي يقول فيها يوحنا الحبيب: وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا. فما هي هذه الشفاعة؟ هذه الشفاعة مرتبطة بالكفارة. نحن لا نطلب من أي قديس أيا كان أن يكفر عن خطايانا، حاشا. جميعنا نعلم بأن الوحيد الأوحد الذي يشفع عند الآب كفارة لخطايانا هو يسوع المسيح ملك الملوك ورب الأرباب وحده. وفي تيموثاوس الأولى، وفي رسالة بولس الرسول لتيموثاوس الأولى الأصحاح الثاني والآية 5 يقول فيها: لأنه يوجد إله واحد وسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح الذي بذل نفسه فدية لأجل الجميع. هاتين الآيتين من يوحنا الأولى الإصحاح الثاني والآية الأولى وتيموثاوس الأولى الإصحاح الثاني والآية 5، ما بين شفاعة الكفارة والوساطة بين الله والإنسان، يخلطونها بين شفاعة القديسين. في تيموثاوس الأولى الإصحاح الثاني آية 5 بولس الرسول يقول: يوجد وسيط واحد بين الله والناس، هو يسوع الإنسان يسوع المسيح الذي بذل نفسه فدية لأجل الجميع. في يوحنا الأولى هو كفارة لأجل خطايانا، وفي تيموثاوس الأولى هو فدية لأجل الجميع. نحن لا نطلب من أي قديس أن يفدينا أو يكفر عن خطايانا. أنا واثق بأن
إيماننا بالرب يسوع المسيح واضح جدا، والكتاب المقدس أيضا واضح جدا في تمييزه ما بين شفاعة المسيح وشفاعة القديسين. قضية الكفارة أحبائي، يا ريت لو كان عندنا وقت أكثر، قلبي مشتعل من الداخل. بعض الناس الذين يدعون أنفسهم مسيحيون لا يضعون احتراما كافيا للقديسين. هذا شيء مؤلم جدا أحبائي. قضية الكفارة، كفارة المسيح، نأخذها من أشعياء النبي إصحاح 53 وآية 5 و6. يقول فيها أشعياء النبي: وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه، وبحضوره شفينا. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. كان كفارة لآثامنا، لعصياننا لوصية الله. هذا واضح جدا أحبائي، أن المسيح ينفرد في هذا الشيء وحده، لأنه هو الوحيد بدمه الثمين الذي سفكه على خشبة الصليب دفع الثمن. أجرة خطايانا وآثامنا دفعت على خشبة الصليب بدمه الثمين المسفوك عوضا عنا جميعا. أما إذا نأتي إلى القديسين، بالنسبة للقديسين نحن نطلب صلواتهم عنا لا أكثر ولا أقل. ليكن هذا الكلام واضح جدا يا أحبائي، بالنسبة للقديسين نحن نطلب صلواتهم عنا لا أكثر ولا أقل. هذا هو إيمان الكنائس الرسولية الجامعة، إذا كانت كاثوليكية أو أرثوذكسية، هذا هو إيماننا أحبائي. نحن نطلب صلوات القديسين من أجلنا. المشكلة للبعض هي عندما نطلب من القديس يعتقدون بأن نجعله وسيطا بين الله وبيننا. فما رأيكم إذن إذا كان هذا هو القصد؟ كلما طلبنا من القديس جعلناه وسيطا بين الله والإنسان. فما رأيكم إذن عندما نطلب من الناس أن يصلوا لأجلنا وهم على الأرض أحياء، هل نجعلهم وسطاء بين الله والناس؟ حاشا أحبائي. كم مرة نحن نقول صلي من أجلي يا أخي، صلي من أجلي يا أختي؟ أهل نحن نؤمن عندما نطلب هذا الشيء نقول لهذا الإنسان على الأرض أنت الآن وسيط بين الله وبيني؟ حاشا أحبائي، مجرد طلب، مجرد طلب. رسالة يعقوب الإصحاح 5 وآية 16، الكتاب المقدس واضح جدا. أنا لا أفهم لماذا نخلط الأمور ببعضها. رسالة يعقوب الإصحاح 5 وآية 16 يقول فيها الرسول يعقوب: وصلوا بعضكم لأجل بعض. بولس الرسول في مواضع كثيرة جدا يقول صلوا لأجلنا. على سبيل المثال تسالونيك الثانية الإصحاح 3 والآية 1: أخيرا أيها الإخوة صلوا لأجلنا لكي تجري كلمة الرب وتتمجد كما عندكم أيضا. صلوا لأجلنا. عبرانيين 13-18: صلوا لأجلنا لأننا نثق أن لنا ضميرا صالحا راغبين أن نتصرف حسنا في كل شيء. أفسس 6:18-19: مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين ولأجلي. بولس يقول ولأجلي لكي يعطى لي كلام عند افتتاح فمي لأعلم جهارا بسر الإنجيل. صلوا بعضنا لبعض، صلاتنا بعضنا من أجل بعض هي نوع من المحبة المتبادلة. أليس هذا هو الإيمان المسيحي في جوهره؟ المحبة. ألا يعلمنا الكتاب بأن الله هو محبة؟
فإذا عشنا وإذا سرنا وإذا آمنا في هذه المحبة، أليس من المفروض بناء على هذه المحبة أن نصلي بعضنا لأجل بعض؟ إذا كنا نطلب من الأحياء على الأرض أن يصلوا لأجلنا، فكم بالحري أن نطلب من الذين رقدوا في المسيح. الإنسان العايش على الأرض معرض للخطيئة في أي لحظة، فإذا أنا أتشفع لإنسان خاطئ مثلي أن يصلي من لأجلي، فكم بالحري أطلب من الذي رقد في المسيح الذي لا يستطيع أن يفعل خطيئة بعد ذلك؟ فكم وكم صلاة هذا القديس ذو مفعولية قوية. وعندما يقول الكتاب إنهم رقدوا في المسيح، يقصد بأن الجسد رقد في الأرض، ولكن روح هذا الإنسان هي حية مع المسيح وفي المسيح. الروح لا تموت، وكذلك النفس، نقول خلود النفس، ولكن الجسد هو الذي يرقد. هذا لا يعني بأن الإنسان مات كما يدعون البعض، يقولون هذا الإنسان انتقل، الصلة قطعت تماما. الكتاب لا يعلمنا هكذا. الجسد هو الذي رقد في الأرض وهم أحياء في المسيح. الرب يسوع المسيح له كل المجد، قال للص اليمين: اليوم تكون معي في الفردوس. مع من سوف يكون؟ مع المسيح. أحبائي، هل من المنطق، هل من المعقول، هل من العقيدة المسيحية في الإيمان الحقيقي، هل يوجز أن يكون إنسان مع المسيح ونقول إنه ميت؟ إذا قلنا لهذا الإنسان الذي هو مع المسيح ميت، فنحن في نفس الوقت نقول بأن المسيح ميت. الرب يسوع قال للص اليمين: اليوم تكون معي، ليس فقط في الفردوس، ولكن معي أنا. أنا القائم من بين الأموات، أنا الرب الإله خالق الكون وكل ما يرى وما لا يرى. فكيف يكون هذا الشخص ميت أحبائي وهو مع المسيح؟ الذين رقدوا في المسيح، أحياء في المسيح، الذي يكون مع المسيح في الفردوس، فهو في حالة أفضل منا، وهو في معرفة أفضل منا، وهو في قرابة للمسيح أكثر منا. أيضا مسألة الشفاعة، أتعرفون أو تعلمون بأن الله بنفسه أمر بها أمرا؟ الله بنفسه أمر عن الشفاعة. لاحظوا أحبائي، شفاعة ابن إبراهيم، تكوين 20 آية 3-7: فجاء الله إلى أبي مالك في حلم الليل وقال له: ها أنت ميت من أجل المرأة التي أخذتها فإنها متزوجة ببعل. ولكن لم يكن أبي مالك قد اقترب إليها فقال: يا سيد، أأمة بارة تقتل؟ ألم يقل هو لي إنها أختي؟ وهي أيضا نفسها قالت: هو أخي. بسلامة قلبي ونقاوة يدي فعلت هذا. فقال له الله في الحلم: أنا أيضا علمت أنك بسلامة قلبك فعلت هذا، وأنا أيضا أمسكتك عن أن تخطئ إلي، لذلك لم أدعك تمسها. فالآن أبي مالك لم يمس زوجة أبونا إبراهيم، لأنه أبونا إبراهيم قال: هذه أختي، وهي أيضا قالت لإبراهيم: هو أخي. مع العلم كان زوجها، وهي كانت زوجة له، وأبي مالك لم يمسها. مع ذلك كله، اسمعوا ماذا يقول الرب الإله لأبي مالك: فالآن أمر، فالآن رد امرأة الرجل فإنه نبي، فيصلي لأجلك فتحيا. يا سلام، ألا يستطيع الله أن يغفر خطية أبي مالك حتى ولو لم يفعلها؟ لماذا يقول اذهب إلى النبي، أي أبونا إبراهيم، فيصلي لأجلك كي تحيا؟ يعني إذا أبونا إبراهيم لم يصلي لأبي مالك، كان قد مات في خطيئته، والله لم يكن يستطيع أن يفعل شيء. ألا توجد شفاعة القديسين أحبائي؟ اذهب للنبي فيصلي لأجلك كيما تحيا. في نفس الوضع شفاعة أيوب البار،
أيوب إصحاح 42 آية 7 وإلى 8. وكان بعدما تكلم الرب مع أيوب بهذا الكلام أن الرب قال لأليفاز التيماني: قد احتمى غضبي عليك وعلى كلا صاحبيك لأنكم لم تقولوا في الصواب كعبد أيوب. والآن فخذوا لأنفسكم 7 ثيران و7 كباش واذهبوا إلى عبد أيوب واصعدوا محرقة لأجل أنفسكم، وعبد أيوب يصلي من أجلكم لأني أرفع وجهه لئلا أصنع معكم حسب حماقتكم لأنكم لم تقولوا في الصواب كعبد أيوب. توجد شفاعة أحبائي، إحنا مو كلياتنا في الهوى سوا، كلنا صرنا قديسين في نفس المستوى. أنا أضع نفسي في مكانة أبونا إبراهيم، أنا أضع نفسي في مكانة بولس وسمعان بطرس والآخرين، وأتجاسر أن أضع نفسي في مكانة أمي الحنونة مريم العذراء. على الأقل خلي يكون عندنا تواضع وأقول أنا لست إلا عبد بطال، عبد بطال وملآن أخطأ. أيضا الله قبل شفاعة أبونا إبراهيم من أجل صادوم وعمورة، تكوين صح 18. الرب الإله قال: كيف أصنع هذا وعبدي إبراهيم ليس بعلم بهذا؟ أراد الرب الإله أن يمحي صادوم وعمورة، يحرقها من على وجه الأرض. قال: كيف أصنع هذا وعبدي إبراهيم ليس له اطلاع بهذا الأمر؟ يا رب، يعني أبونا إبراهيم يوقفك من طريقك من شغلك؟ قال: نعم، لأن إبراهيم عبد لي من القلب، يحبني ويؤمن بي ويتبعني، فلذلك محبتي تسود على هذا الأمر، لا أستطيع أن أفعل شيئا بدون علم الشخص الذي أحبه. الرب يسوع قال للتلاميذ: لن أدعوكم بعد عبيد، لأن العبد لا يعرف ماذا يفعل صاحبه، ولكن أدعوكم أصدقاء، لأن الصديق يعرف الصديق ما في داخله وفي قلبه. فدخل في حوار مع أبونا إبراهيم، قال أبونا إبراهيم قال لله: لا تحرق صدوم وعمورة، يمكن يوجد فيها 50 شخصاً باراً. قال: إذا وجدت 50 شخصاً بار لن يحل غضبي عليها. قال: وإذا صاروا 40 ولأجل أبونا إبراهيم ولأجل 40، يعني شفاعة في شفاعة، لأجلك أنت ولأجل 40 الأبرار الموجودين لن أحرق صدوم وعمورة. قال: وإلى 30 و20 و10، إلى أن وصل إلى بيت لوط وحده بس. بس من الذي تشفع؟ أبونا إبراهيم. من الذي غير مسار الرب الإله؟ شفاعة أبونا إبراهيم. ونقول لا توجد شفاعة؟ هل احنا نطلب من أبونا إبراهيم أن يغفر لي خطايا؟ لا، صلي من أجلي أبونا إبراهيم، لأنه مكانتك أكثر بكثير وأقوى بكثير من مكانتي عند الرب، بل الأقوى من هذا كله عندما قال الرب: فقال الرب: هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ وإبراهيم يكون أمة كبيرة وقوية، ويتبارك به جميع أمم الأرض. تكوين 18:17-18. هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ وإبراهيم يكون أمة كبيرة وقوية ويتبارك به جميع الأمم. هل جميع الأمم تباركت بي أنا؟ فكيف أنا وإبراهيم واحد؟ كيف أحبائي؟ كيف؟ رفض شفاعة القديسين فيها أيضا عدم احترام للقديسين وعدم توقير لهم. ربنا يسوع يقول: من أجل داود عبدي مع سليمان بسبب خطاياه يقول الرب: سوف أشق مملكتك. الرب الإله قال لملك سليمان: بسبب خطاياك يا ملك سليمان سوف أشق مملكتك، ولكن ليس في أيامك، من أجل داود عبدي. لو لم يكن داود لكان أكلها أبونا سليمان، ولكن شفاعة داود الملك خلصت سليمان.
وسوف ينشق عنك، لكن سأبقي لك سبطا من أجل داود عبدي، من أجل داود عبدك، لا ترد وجه مسيحك، مزمور 132:10، من أجل داود عبدك لا ترد وجه مسيحك. شفاعة موسى النبي. فقال الرب لموسى: اذهب انزل لأنه قد فسد شعبك الذي أصعدته من أرض مصر. في هذه الآية بين الرب الإله قال لا أريد هذا الشعب. هل هو شعب موسى أم شعب الله؟ من الذي أخرج بني إسرائيل من أرض مصر إن لم تكن يد الله القوية؟ هذا شعبك يا الله، أنت الذي اخترته، أنت الذي خلصته. ولكن قال لموسى اذهب وانزل وقل لشعبك أنا بريء من هذا الشعب، تخليت عنه، الآن هو شعبك الذي أصعدته من أرض مصر. زاروا سريعا عن الطريق الذي أوصيتهم به، صنعوا لهم عجلا مسكوبا وسجدوا له. وتكملت الآيات. شوفوا ماذا يقول النبي موسى، العفو، يكمل الرب ويقول لموسى: رأيت هذا الشعب وإذا هو شعب صلب الرقبة، فالآن لاحظوا الآتي، فالآن اتركني. الرب يقول لموسى اتركني. ما هذا الكلام؟ هل الرب ضعيف لا يستطيع بموسى؟ الرب يقول لموسى اتركني، يعني موسى ماسك الرب الإله ويقول دير بالك تمس بني إسرائيل بدون إذن مني. ما هذه الميانة؟ الملاحظ هنا أنه المحبة قوية جدا والعلاقة قوية جدا ومتينة بين الرب الإله وموسى النبي. الرب يقول وكأنه يتوسل بموسى: اتركني، فالآن اتركني ليحمى غضبي عليهم وأثنيهم. يعني موسى وقف في الطريق، وإلا بني إسرائيل كان معهم من الوجود. فتضرع موسى، لاحظوا الآن أحبائي، فتضرع موسى أمام الرب الإله وقال: لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك؟ بالبداية الرب يقول لموسى هذا شعبك، وموسى يرد على الله ويقول لا يحتمي غضبك لأنه هو شعبك. وكأن موسى يذكر الله من هو شعبه ومن هو لا. شفاعة أحبائي، شفاعة. لا يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة. لماذا؟ لاحظوا الآن أحبائي، وكأن النبي موسى يعلم الرب كيف يتكلم. حاجة، ولكن نلاحظ المحبة والصلة القوية بينهما. لماذا يتكلم المصريون قائلين أخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال ويفنيهم عن وجه الأرض؟ يعني يقول للرب الإله: لا تأتي بكلام عليك وأنت بغنى في غنى عنه، لأن المصريين راح يقولون الله أخرجهم بخباثة حتى يقتلهم في البرية، فليش يا الله تريد تمحي هذا الشعب؟ الكلام راح يكون مش كثير منيح عليك. هل أنا عندي هذه الوساطة القوية، هذه الصلة القوية من الرب يسوع؟ ارجع عن حموم غضبك واندم، واندم. يقول موسى للرب الإله: اندم على الشر، على الشر بشعبك. بعدين شفاعة أخرى بعد أقوى من هذه. يكمل موسى النبي ويقول للرب الإله: اذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل، أي يعقوب. اذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل. إبراهيم، إسحاق وإسرائيل كانوا منتقلين في هذه اللحظة. النبي موسى أتى بعدهم. هؤلاء انتقلوا. لو كانوا أموات لما 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 ذكر موسى هؤلاء الأناس القديسون؟ اذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم: أكثروا نسلكم كنجوم السماء وأعطي نسلكم كل هذه الأرض التي تكلمت عنها فيملكونها إلى الأبد. وكأنه يذكر الله بما وعد به وما حلف به. هل الله ينسى؟ لا. ولكن إلى أي مدى توصل هذه الشفاعة؟ ويتجاسر موسى النبي ويذكر الله بما قاله وبما وعد به. الصلة قوية أحبائي،
والشفاعة لها قدرة، لها قدرة. كل هذا تجدونه في خروج 32 من آية 7 إلى 14. نأتي لنقطة أخرى أحبائي، هذه النقطة هي عن إذا توجد صلة بيننا وبين المنتقلين إلى السماء، هل هم أحياء ويصلون لأجلنا؟ لأن البعض يقول عندما الإنسان ينتقل من هذا العالم الصلة تنقطع كليا، لا توجد صلة بيننا وبينهم لأنهم ماتوا، هم أموات. فكيف أطلب من شخص ميت؟ نقرأ الكتاب بتدقيق فسنرى العكس هو الصحيح. هل توجد صلة بيننا وبين المنتقلين؟ هل هم أحياء ويصلون لأجلنا؟ لنرى ماذا يقول الكتاب. القديسين الذين انتقلوا إلى السماء هم أحياء، ومعرفتهم هي أكثر من قبل بكثير بكثير. كورنثس الأولى أصحاح 13 آية 12، كورنثس الأولى 13-12، بولس الرسول هنا يقول الآتي: فإننا ننظر الآن ونحن على الأرض، أحياء على الأرض، فإننا ننظر الآن في مرآة في لغز، لكن حينئذ بعد الانتقال، بعد أن الروح تخرج من الجسد، لكن حينئذ وجها لوجه. الآن أعرف بعض المعرفة، لكن حينئذ سأعرف كما عرفت. لما كان بولس الرسول على الأرض يقول أنا أنظر في مرآة في لغز كما في لغز، ولكن حينما أنتقل إلى السماء هناك سوف أرى وجها لوجه، سوف أعلم أكثر بكثير مما علمت على الأرض، وسوف يكشف لي الكثير الذي كان مخفي كلما كنت في هذا الجسد ساكن. الرب يسوع بنفسه يقول: أقول لكم إنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 بارا لا يحتاجون إلى توبة. لوقا 15-7. لو كانوا في السماء أموات فكيف فرحوا بخاطئ واحد تاب؟ الحق أقول لكم إنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب. من هم في السماء؟ الملائكة والقديسون. فإن لم يكونوا أحياء كيف فرحوا بتوبة خاطئ؟ الملائكة والقديسين يرفعون صلواتنا إلى السماء. سفر الرؤيا إصحاح 8 من آية 4 إلى 3 يقول يوحنا الحبيب: وجاء ملاك آخر ووقف عند المذبح ومعه مبخرة من ذهب وأعطي بخورا كثيرا لكي يقدمه مع صلوات القديسين. هل هم أحياء أم لا؟ أحياء. من الذي يصلي؟ من الذي رآه؟ يوحنا الحبيب الرائي في السماء. صلوات الملائكة يأتون ويأخذون بخورا كثيرا، وهذا البخور الذي يقدموه هو مع صلوات القديسين، ونحن نعلم أن البخور يرتفع إلى فوق، فأخذوا كل الصلوات كالبخور الذي يصعد إلى فوق، أخذوا صلوات القديسين وأصعدوا بها إلى سماء السماوات، المكان الذي هو عرش الله، مع صلوات القديسين جميعهم على مذبح الذهب الذي أمام العرش. فصعد دخان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك أمام الله. نحن نصلي ونطلب من القديسين أن يشاركونا في صلواتهم وطلباتهم، فتختلط صلواتنا بصلواتهم، والملائكة يصعدون بجميع الصلوات إلى عرش الله الذي هو المسيح له كل المجد. فنقول: لا توجد صلة؟ نقرأ الكتاب أحبائي، نقرأ الكتاب. أيضا في سفر الرؤيا الإصحاح 5 وآية 8، اليوم كل آيات: ولما أخذ السفر خرت الأربعة الحيوانات والأربعة والعشرون شيخا أمام الحمل، ولهم كل واحد قيثارات وجامات من ذهب مملوءة بخورا هي صلوات القديسين. الميت لا يستطيع أن يصلي، ولكن في مشكلة أحبائي، حتى الميت صلى وطلب وتشفع. لوقا 16 في قصة الغني ولعازر الفقير، الغني شاف نفسه يحترق في الجحيم، في الجحيم. الجحيم هو انفصال كامل عن الله،
الروح منفصلة عن الله. هنا نستطيع أن نقول بأن هذا الشخص كان ميتا بالحق. ولما الرب يسوع يعطي مثالا ويذكر أسماء أشخاص فهذا ليس بمثال ولكن هي قصة حقيقية واقعة، لأن السيد المسيح بسبب بسيط جدا، لأنه هو الله، فالله لا يخلق قصص، الله ما يمثل على الإنسان. عندما قال كان يوجد رجل اسمه لعازر الفقير، يعني كان يوجد إنسان اسمه لعازر وكان فقيرا. هذه قصة حقيقية. أستطيع أن أقول في لوقا صح 16 هذا المثل هو المثل الوحيد الذي هو ليس بمثل ولكن قصة حقيقية، لأنه قال اسم الشخص. إذا هذا الغني وهو في الجحيم أي ميت روحيا تشفع عند أبونا إبراهيم وقال ارسل لعازر لأني أنا عطشان لا أحترق، أريد قطرة ماء بأصبعي الصغير أني عطشان، قال توجد هو بيننا وبينكم، لا نستطيع نحن أن نأتي إليكم وأنتم تأتون إلينا. قال ارسله، إذن عندي أخوة على الأرض خمسة، أن يقول لهم وينذرهم أن لا يأتون إلى المكان الذي أنا موجود فيه. كيف علم هذا الإنسان الذي هو روحياً ميت منفصل كلياً عن الله في الجحيم كيف تشفع لأجل إخوته الخمسة؟ كيف تذكرهم؟ ونقول لا توجد صلة. إذا للميت توجد صلة، فكم بالحري للحي الذي هو في فردوس النعيم مع الرب يسوع المسيح. ألا أفهم من أين نأتي بهذا الكلام الفارغ؟ لاحظوا أيضا في لوقا 16 أن أبونا إبراهيم على اطلاع بما يحدث، ليس فقط لعازر الفقير الذي كان فيه مع أبونا إبراهيم، ولكن أيضا أبونا إبراهيم كان على اطلاع. أبونا إبراهيم كان عارف كل شيء عن الغني وقد استوفى أجرته على الأرض. هذا كان كلام أبونا إبراهيم، قال أنت كنت غنيا وقد استوفيت أجرتك، أما لعازر فكان فقير وكان مبتلي ببلاياه. كيف علم أبونا إبراهيم إن لم يكن حيا؟ كيف علم؟ وكيف علم أيضا أبونا إبراهيم أن عندهم موسى والأنبياء أي الكتاب المقدس؟ كيف علم بكل هذه الأمور إن لم يكن حيا؟ ونقول هم أموات لا يسمعوننا ولا يعرفون أي شيء عنا، منفصلين كليا. السيد المسيح له كل المجد عندما كان يناقش اليهود بسبب إبراهيم، قال أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح، يوحنا 8:56. أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى، رأى الآن، تهلل بالماضي، رأى الآن يومي وفرح. إذا أبونا إبراهيم كان ميت فكيف تهلل وفرح عندما رأى يوم الرب؟ كيف؟ لاحظوا أيضا أحبائي في رؤيا الإصحاح 6:9-11، ولما فتح الختم الخامس رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم، وصرخوا بصوت عظيم قائلين حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض؟ فأعطوا كل واحد ثيابا بيضا، وقيل لهم أن يستريحوا زمانا يسيرا يعني قليلا أيضا حتى يكمل العبيد رفقائهم وأخوتهم أيضا العتيدون أن يقتلوا مثلهم. رؤية 6:9-11 رأى يوحنا الحبيب الشهداء تحت المذبح أحياء. نحن نعرف الشهيد هو قتل من أجل المسيح. إذا المقتول من أجل المسيح هو حي في السماء، وهم يصلون ويقولون حتى متى لا تنتقم من الساكنين على الأرض لأجل دمائنا. يعني هنا النقطة أنه مش الانتقام بالمعنى اللي نحن نفهمه، الانتقام هنا كما قبلت يا يسوع أن نكون شهداء قديسون لك، اجعل المسكونة كلها قديسين. هم أحياء أحبائي ويصلون. لاحظوا في قصة عجيبة وغريبة في أخبار الأيام الثاني،
الإصحاح 21 من آية 12 إلى 14. هذه القصة عن النبي إيليا. أخبار الأيام الثاني، إصحاح 21 من آية 12 إلى 14. وأتت إليه كتابة من إيليا النبي تقول: هكذا قال الرب إله داود أبيك، من أجل أنك لم تسلك في طرق يهوشافاط أبيك وطرق آسى ملك يهوذا، بل سلكت في طرق ملوك إسرائيل، وجعلت يهوذا وسكان أورشليم يزنون كزنا بيت آخر، وقتلت أيضا إخوتك من بيت أبيك الذين هم أفضل منك. هو ذا يضرب الرب شعبك وبنيك ونساؤك وكل مالك ضربة عظيمة. وأتت إليه كتابة من إيليا النبي. من الذي أتت إليه كتابة أو رسالة من إيليا النبي؟ هو الملك يهورام. الملك يهورام وصلت له رسالة من إيليا النبي. إيليا النبي بهذا الوقت كان منتقل من الأرض منذ فترة طويلة جدا، لم يكن على الأرض. لو كان إيليا النبي ميت، فكيف أرسل برسالة إلى ملك يهورام ينذره بأفعاله الشنيعة وسوف يضربه الله وكل ما يملكه؟ إيليا أرسل رسالة إلى هذا الملك، وإيليا كان منتقل من هذا العالم بفترة طويلة جدا. بولس الرسول، هذه كانت عهد القديم، سنجي العهد الجديد. أعمال الرسل الإصحاح 20 وآية 29: لأني أعلم هذا، أنه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفقوا على الرعية. إذا بولس الرسول كان على علم وهو على الأرض، كشف له من الرب الإله، من الرب يسوع المسيح، كشف له وهو على قيد الحياة على الأرض بأنه سوف تأتي ذئاب خاطفة بعد ذهابه. إذا كان يعرف الغيب وهو على الأرض، ألا تعلمون بأنه يعرف الأكثر بكثير وهو في السماء؟ لأنه بنفسه قال: الآن أنا أنظر في مرآة كما في لوس، هي ذاك وجها لوجه. أحبائي، إذا على الأرض كان يعرف الغيب، الآن ما بيعرف؟ شو هالحكي؟ بالكلداني بيقولوا إيه ما بحكي ذا. سفر ملوك الثاني إصحاح 13 آية 21: لاحظوا أحبائي، وفيما كانوا يدفنون رجلا إذا بهم قضاء الغزاة، فطرحوا الرجل في قبر إليشع النبي، طرحوا بهذا الرجل الميت في قبر إليشع النبي. فلما نزل الرجل ومس عظام إليشع عاش وقام على رجليه. إذا كانت عظام إليشع النبي تقيم الموتى، فكم بالحري روح إليشع النبي؟ أليست روحه أكثر قوة بكثير من عظامه؟ لأن العظام ميتة، أما الروح حية. فإذا بهذه العظام الميتة قام الميت، فكم وكم بروحه الحية إذا صلى وطلب من أجلنا. إنجيل متى إصحاح 22 آية 31-32: الرب يسوع المسيح هنا يقول: وأما من جهة قيامة الأموات، أفما قرأتم ما قيل لكم من قبل الله: أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، ليس الله إله أموات بل إله أحياء. كل هذه الآيات موجودة في الكتاب المقدس، ونأتي ونقول هم أموات لا يسمعون لنا؟ أتخرجون السيد المسيح كاذبا؟ متى 17:1-3: وبعد ستة أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه، وصعد بهم إلى جبل عال منفردين، جبل طابور، وتغيرت هيئته قدامهم وأضاء وجهه كالشمس، وصار ثيابه بيضاء كالنور. وإذا موسى وإيليا قد ظهر لهم يتكلمان معه، مع الرب يسوع. موسى وإيليا هذولا منتقلين من زمان، أحبائي، كانوا يتكلمون مع السيد المسيح. هل هم أموات؟ من الذي يتكلم، الميت أم الحي؟ أحبائي، ننتقل إلى نقطة أخرى مهمة جدا.
عندما نقول نصلي للقديسين، البعض يفهم هذه العبارة فهما خاطئا جدا ويقول عندما تصلي للقديس أنت تجعل القديس إله، لأن الصلاة هي فقط لله وحده. هل أنا عندما أصلي لمار جرجس أنا أقول أنه مار جرجس إله؟ حاجة. هل أنا أصلي لأمي الحنونة مريم عذراء أقول أنها هي إله؟ حاجة. من منا يقول بأن القديسين هم آلهة؟ نحن أصبحنا في وثنية أحبائنا. الصلاة لله وحده فقط نعم، ولكن هل نقرأ الكتاب كما هو مكتوب في الحق أم نفسره كما يقول لنا عقلنا؟ توجد العهد الجديد معظم العلماء واللاهوتيون يقولون بأن العهد الجديد كتب في النص اليوناني. النسخة الأصلية للعهد الجديد هي باللغة اليونانية. البعض القليل منهم يقول بأن العهد الجديد كتب باللغة الآرامية وثم ترجم إلى اللغة اليونانية، ولكن معظمهم يقولون بأن النسخة الأصلية هي باللغة اليونانية. نأتي أحبائي للنسخة الأصلية اليونانية. كلمة صلاة باللغة اليونانية توجد 6 كلمات لكلمة صلاة، وكل واحدة منها تعطي معنى مختلف عن الآخر، وهذه 6 كلمات لكلمة الصلاة وضعت في 5 أقسام. أعطيكم بعض الآيات الموجودة فيها. يعقوب الأصحاح 5 آية 15: وصلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه وإن كان قد فعل خطية تغفر له. هنا الصلاة هي صلاة إيمان. في سمريك الأولى أصحاح 5 آية 25: أيها الأخوة صلوا لأجلنا. هنا الصلاة للآخرين. كورنثوس الثانية أصحاح 9 آية 14: وبدعائهم لأجلكم مشتاقين إليكم من أجل نعمة الله الفائقة لديكم. صلاة بالنيابة عنه. كلمة الصلاة في كل هذه الآيات التي ذكرناها التي هي كانت في يعقوب 5:15، في سلميك الأولى 5:25، كورنثوس الثانية 9:14، كلمة الصلاة في كل هذه الآيات تعني الشفاعة أو التضرع، بالإنجليزي supplication and or intercession. فكلمة الصلاة تعطي معاني كثيرة إذا رجعنا إلى النسخة الأصلية باللغة اليونانية. أحبائي، أيضا أحبائي، لوقا 1:13 هذه صيغة أخرى أو معنى آخر لكلمة صلاة. حسب النص كلمة الصلاة تعطي معاني كثيرة، ليس فقط السجود أو التعبد. أحبائي لازم نقرأ الكتاب بالصورة الصحيحة. لوقا 1:13: فقال له الملاك: لا تخف يا زكريا، لأن طلبتك قد سمعت، وامرأتك إليصابات ستلد لك ابنا وتسميه يوحنا. هذه الصلاة، صيغة هذه الصلاة هي صلاة باستمرار، صلاة استمرارية. لوقا 2:37 أيضا صلاة استمرارية: وهي أرملة نحو 84 سنة لا تفارق الهيكل، عابدة بأصوام وطلبات ليلا ونهارا. الصلاة هنا تقصد صلاة باستمرار. روميا 10:1: أيها الإخوة إن مسرة قلبي وطلبتي إلى الله لأجل إسرائيل هي للخلاص. هنا الصلاة هي اشتياق قلب. كلمة صلاة في لوقا 1:13، في لوقا 2:37، في روميا 10:1 تعني التضرع التي بالإنجليزي بسيجين. يوجد فرق بين بسيجين وسبليكيشن، بس بالعربي الاثنين يجوا بالكلمة التضرع، ولكن بالإنجليزي منفصلة. فمغزى من كلمة الصلاة هنا التضرع. وكل ما تطلبونه، متي 21:22، وكل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. هنا الصلاة في هذه الآية تعني الطلبة أو الرغبة، كل ما تطلبونه تنالونه، الطلبة أو الرغبة. نقطة أخرى في مفهوم كلمة الصلاة:
متى 21:13 وقال لهم مكتوب بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. أعمال الرسل 2:42 وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات. أعمال الرسل 3:1 وصعد بطرس ويوحنا معا إلى الهيكل في ساعة الصلاة 9. كورنثوس الأولى 7:5 لا يسلب أحدكم الآخر إلا أن يكون على موافقة إلى حين لكي تتفرغوا للصوم والصلاة ثم تجتمعوا أيضا معا لكي يجربكم الشيطان بسبب عدم نزاهتكم. كورنثوس الأولى 7:5 كلمة الصلاة في كل هذه الآيات التي ذكرناها تعني العبادة. تلاحظون أحبائي كلمة الصلاة حسب النص لها مفاهيم كثيرة ليست كلها عبادة. فلما نقول نحن نصلي للقديسين لا نقصد إلا شيء واحد فقط وهو الطلة، وحاشا أن تكون العبادة. العبادة هو للرب يسوع المسيح الله الظاهر في الجسد كما علمنا الوحي المقدس في الكتاب المقدس. أنا أعتقد المسألة بسيطة جدا يعني بصراحة. المغزى أو المعنى الأخير لكلمة الصلاة لوقا 14:18 فابتدأ الجميع برأي واحد يستعفون. قال له الأول إني اشتريت حقلا وأنا مضطر أن أخرج وأنظره، أسألك أن تعفيني. أسألك هنا باللغة اليونانية هي كلمة صلاة أسألك. هنا الصلاة هي عبارة عن يسأل للعذر. أنا اشتريت حقلا وأنا مضطر أن أخرج وأنظره، مشغول، أسألك أن تعذرني. صلاة تقصد تعني السؤال. أعمال رسل 10:48 وأمر أن يعتمدوا باسم الرب حينئذ سألوه أن يمكث أياما. السؤال هنا للبقاء أو الصلاة هي يسأل البقاء. أعمال رسل 16:9 وظهرت لبولس رؤيا في الليل رجل مكدوني قائم يطلب إليه ويقول أعبر إلى مكدونيا وأعنا. يسأل بولس للمجيء. طلبة الصلاة هنا مفهومها هو والسؤال يسأل. أعمال الرسل 24:4 ولكن لئلا أعوضك أكثر ألتمس أن تسمعنا بالاختصار بحلمك. بولس يسأل فيليكس الوالي ليعطيه وقتا للكلام. الصلاة هنا في كل هذه الآيات مجرد السؤال. فمفهوم الصلاة أيضا يأتي بنسأل من القديسين، نطلب من القديسين، نتضرع إليهم أن يشفعوا فينا أمام رب المجد يسوع المسيح. البعض يقول نقطة أخرى، ننتقل إلى موضوع آخر. البعض يقول القديس لا يستطيع أن يلبي طلبات الناس وهم في أماكن مختلفة في نفس الوقت. يعني بمعنى آخر أنا اليوم في سيدني طلبت من مار جيرجس أو من أمي الحنونة اللي هو يوم عيد انتقالها مريم العذراء، طلبت من مريم العذراء اليوم أنا في سيدني، وفي نفس هذه اللحظة يوجد شخص في العراق يطلب من مريم العذراء في نفس الوقت. أنا في سيدني أطلب وهو في العراق يطلب، والآخر في أمريكا يطلب، والآخر في أوروبا يطلب، وفي كل بقاع هذه الأرض في نفس الوقت. فأي منا أمنا الحنونة ستلبي هذا الطلب؟ المغزى من هذا الكلام أنه الله وحده فقط يستطيع أن يكون في كل مكان في نفس الوقت. الإنسان محدود حتى لو كان أم المسيح، فكيف تلبي كل هذه المطالب أمنا الحنونة؟ جعلناها الله، لأنه بس الله وحده يستطيع أن يصل إلى كل هذه الطلبات في نفس اللحظة. لم نقرأ الكتاب بالطريقة الصحيحة. وبما الناس نيام أتى عدو الخير وزرع الزوان. أحبائي أخ من هذا الزوان جسد المسيح. لازم نفهم من هو جسد المسيح. أحبائي جسد المسيح هو في السماء وعلى الأرض في آن واحد، ونحن هم جسد المسيح. المسيحيون المعتمدون باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد هم جسد المسيح. كورنثوس الأولى
اصحاح 12 ايه 12 الى 14. لانه كما ان الجسد هو واحد وله اعضاء كثيره، وكل اعضاء الجسد الواحد اذا كانت كثيره هي جسد واحد، كذلك المسيح ايضا، لاننا جميعنا بروح واحد ايضا اعتبدنا الى جسد واحد، يهودا كنا ام يونانيين، عبيدا ام احرارا، وجميعنا سقينا روحا واحدا، فان الجسد ايضا ليس عضوا واحدا بل اعضاء كثيره. اذا احنا قلنا جسد المسيح والجسد له اعضاء كثيره، فاذا كنت في المسيح موجود، هل استطيع في المسيح ان افعل كل شيء؟ قال بولس الرسول: نعم، فيلبي 4:13، استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. فهل تستطيع ماما الحنونه نور العين وتاج الراس مريم عظاء دائمه البتوليه ان تلبي جميع هذه الطلبات اينما كانت في اي مكان او بقعه من هذا العالم؟ نعم، لانها في المسيح تستطيع ان تفعل كل شيء، لان المسيح هو الذي يقويني لفعل كل شيء. واريد ان ياتي شخصا مسيحيا يفهمني ما معنى كل شيء. اذا قلت مريم العذراء لا تستطيع ان تلبي طلباتنا، فالمسيح ليس قادر على كل شيء، فلذلك المسيح ليس الله. وبما ان جميعا اذا كنا ارثوذكس او كاثوليك او بروتستانت نؤمن بان المسيح هو الله الظاهر في الجسد، فكيف تقول لا استطيع ان افعل هذا؟ وكيف تقول ان مريم العذراء لا تستطيع ان تلبي جميع الطلبات وهي، وبصراحه اقول مريم العذراء ليست عضو، لان هي ام المسيح. اخ، اذا بولس الرسول هو عضو صغير في كبير، اذا هو عضو في جسد المسيح وقال استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، فكم وكم بمريم العذراء التي هي ام المسيح. انا راح اترككم مع هذا، بس ما راح اجاوب على هذا الكلام، فكروا فيه. لماذا بولس الرسول في رسائله في افسس وفي كورنثوس يقول انه في افسس يقول ان الكنيسه هي جسد المسيح، كما ان الرجل هو راس المراه كذلك المسيح هو راس الكنيسه، افسس 5. اريد واحد يجي يفهمني لماذا بولس الرسول قال بانه الكنيسه هي جسد المسيح وليس جسد يسوع، ما الفرق؟ فكروا فيها. لما نفهم ما معنى المسيح او جسد المسيح، انا ذاك سوف نفهم لماذا كل شيء هو مستطاع. لماذا لم يقل بولس الرسول انه الكنيسه هي جسد يسوع؟ انتم جسد المسيح، لستم جسد يسوع. انا لا اريد ان تجاوبوني الان احبائي، لا احبائي، لما نقرا الكتاب المقدس لازم نقف عند كل نقطه، عند كل حرف، لأن كل شيء مكتوب له معنى، لأن صاحب هذا الكتاب هو الروح القدس الله بنفسه. فما هو عمق الله وحكمة الله؟ غير محدودة. فكم وكم بكلمة الحية والفعالة والتي هي أمضى بكل سيف ذو حدين. أقولها بكل تواضع ومحبة، وأنا مسؤول عن هذا الكلام. صلوا واذكروا القديسين في صلواتكم، اطلبوا منهم ان يتشفعوا عند المسيح بالنيابه عنكم، لانهم احياء، ابناء المسيح احياء في حضرته، في حضره الله الحي القدوس. انا هو اله ابراهيم واسحاق ويعقوب، انا اله الاحياء وليس اله الاموات. والذي في المسيح هو حي، والذي في المسيح يستطيع ان يفعل كل شيء في المسيح الذي يقويني. لذلك نحن ككنيسه على الارض نطلب من الكنيسه المنتصره في السماء، لان الكنيسه في السماء وعلى الارض هي جسد المسيح، وفي المسيح كلنا واحد، الاعضاء كلها متحده في جسد واحد هو المسيح. واذا تالم الاصبع كل الجسد تالم. إذا بكي شخص الكل يبكون، والكل
يعلمون بهذا الشيء أحبائي. إذا احنا على الأرض بالجسد مليانين خطايا، أحيانا نعرف بآلام أخوتنا الآخرين، كيف وكيف بالأحياء مع الرب يسوع المسيح. اذكروا القديسين في صلواتكم، تشفعوا فيهم وقولوا خذوا صلواتنا وشاركوها بصلواتكم كيما تصعدها الملائكة كبخور أمام عرش الله، لكيما يعطى كل طلب بشفاعة القديسين وبشفاعة أم النور، أم الحياة، أم الملك، أم المخلص، أم الفادي، أمنا العذراء دائمة البتولية مريم العذراء، أم المسيح. كم وكم عندما تتضرع عند ابنها الحبيب، كم وكم تلب هذه الطلبة أحبائي. السيد المسيح يموت في أمه مثل الشمعة يذوب، كالشمعة يذوب عندما يتكلم عن أمه، وعندما تطلب مريم العذراء الرب لا يقول لا. إنجيل يوحنا الإصحاح الثاني عصفان الجليل، من الذي تشفع؟ لو لم تكن مريم العذراء لما غير السيد المسيح الماء إلى خمر. هل علموا الرسل الاثني عشر؟ لا. من الذي كان يفهم؟ من الذي كان يعرف بحالتنا الرديئة؟ ماما، الأم الحنونة. صلي لأجلنا يا أم العذراء، وأنا أطلب منك وأصلي لشخصك الكريم المقدس الذي اختاره الله بنفسه أن يكون السماء الثانية كما يحل فيها، ويأخذ الطبيعة البشرية ويكون إنسانا في هذه الهيئة مثلنا، كيما يخلصنا من ذنوبنا وخطايانا وآثامنا، ويجعلنا أبناء لله الآب الذي هو كل محبة، ويعطينا روحه القدوس أن يسكن فينا بمعموديته المقدسة إلى الأبد. أحبائي إلى الأبد، الروح القدس الله هو ساكن فينا. كل هذا صار لأن مريم العذراء قالت لتكن لي كقولك، ليكن لي كقولك. كلمة أخيرة، من هو أساس المسيحيين؟ مريم العذراء، ليس المسيح. من هو الأصل؟ من هو الأساس للمسيحيين؟ مريم العذراء. من هو المسيح؟ أصل الوجود، خلق كل شيء، ما يرى وما لا يرى، هو أساس لكل أساس، هو الوجود لكل وجود. ولكن من هو أصلي؟ من هو أساسي؟ أمي مريم، لأنه من مريم خرج المسيح فدعيت مسيحيا. فمن هو الأصل لهذه المسيحية؟ مريم. صلوات أمنا الحنونة مريم العذراء تكون سورا عاليا تحميكم من مكايد إبليس والخندق الذي نركض إليه كما نحتمي فيه. صلي لأجلنا يا أمنا الحنونة الغالية دائمة البتولية كيما نصل إلى ابنك الحبيب في اليوم الأخير بأوجه مشرقة، ناظرين إليه بتضرعاتك وبتوسلاتك وبشفاعتك وبصلواتك وبطلباتك. يا أمنا الغالية تاج راسنا ونور عيننا مريم العذراء. آمين. ربي يهديكم.
تحفظنا copy of my own life. He was a philosopher, he was left wing in his politics.
sermons and the books that he read and the books that I read. It was a mirror image of my own life, but he in America and me in Australia. So after his mother died, he worked his way to peace in a Roman Catholic monastery. He exchanged his university for a monastery, and in the monastery he found peace. So I thought, let me do the same. Let me exchange my university for a monastery. I went into this church and I found all the people making a matanya, that is, bowing down to the icon of St. Mary. And I was astonished, because Australian men don't bow down to anybody. The usual greeting in Australia is a handshake, and that is it. So I had no preparation for the matanya, for the obeisance of oneself physically, for bending down to make an obeisance to a figure of abstract power. So I didn't feel easy, but I wanted to be polite. And I saw all the serving people make their matanyas to this icon of St. Mary. And after they finished their three matanyas, they went to the side of the church where the priest was praying. And the people started to sing hymns to St. Mary with the priest. I thought, okay, let me do what they do. So I tried to make the first matanya. And I stood from standing, let me show you, from standing, I should be great, I should be homo erectus, I should be a strong man. Then I have to make myself weak. I have to put myself down on the ground. So I tried, bending my knees and bowing down. Okay? So, this was the first part of the effort, the first part of the struggle of the matanya, if I can call it that. Finally, I got down on my knees. Now remember that the icon of St. Mary is in front of me, on the wall, big icon. It was very famous in Australian religious circles because it had made some miraculous cures. Then I had to put my forehead on the floor. Okay, now this was a big difficulty for me. I didn't do this in my whole entire life. So I tried. I didn't put my fingers correctly, but it doesn't matter. I bowed my head down. So I finally got down to the ground. So I was bending down, and all my sadness at my mother's death started to overflow, started to come out from me. And I started to cry. I started to let the tears come, and I started to vocalize my sadness. As I was telling myself, I thought, actually I was praying, I was confessing. I didn't know at the time how God had planned it, but I was outpouring my feelings. I said, I don't have a mother, I have lost my mother, and I want a mother, and I'm sad, and I need her. Why have I not got a mother? Why is there no one with me? So I was pouring out my feelings and being motherless. As I was bending down, I thought, well, I must stand up. So I stood up. And I thought that was the end of it. I thought the next one would be much easier. I made a second attempt, and this time I repeated the same words that I had said before. And this time, when I came to complain of being motherless, when I said, my mother has died and I feel sad and alone, I was bending my head down on the ground, and I heard a voice behind my head. From somewhere behind my head, I heard a voice say, I will be your mother. And I didn't know who was speaking. I heard the voice clearly. It was a beautiful voice. It was soft, but it was clear. It was sweet, but it was strong. It was a very affectionate female voice. And she said, I will be your mother. So I thought perhaps one of the Serbian women had heard me crying or heard my voice and came to support me. So I looked to the left and to the right to see if any woman had come to offer her help. But no one was there. I was alone. Then I repeated the words, and again the voice came, I will be your mother. So this time I was determined to find out. And as I lifted up my eyes, St. Mary moved out of the icon and stood in front of me. And she bent her head toward me and she looked at me eye to eye. And she smiled and she said, I will be your mother for the third time. And when she smiled, she was so
and she was so loving. And her words just pulled the pain out of my heart and gave me hope, gave me faith, and gave me a belief in myself again. All of this happened in an instant of time, and she said, I will be your mother. And in that moment, I was made new. I was reborn. I was made new. By her love, by her eyes, her smile, her voice, her presence. It was something electric, which just filled me with a presence. And then she started to give off light. Her whole body started to shine. And I had to lower my eyes and bend my head down. So I made the third batana, and I finished. As I looked up, as I stood up for the third time, she passed back into the icon, as if she melted back into it. And the icon, the light disappeared, and she was gone. The icon became still, and it was only a picture. But her presence had been real, and the presence had been life-changing. I saw her, I heard her, and I felt her love. And that moment made me dependent on her for all my life. From that moment when I stood up, I knew that my life was now dedicated only to her. That her love for me was so great and sufficient that it would keep me alive. So all my pain, all my doubts, all my fears, all my lostness, all my emptiness, all my need of love, everything was filled by her in an instant of time. And I left that church convinced that I had a loving mother. I had a mother who was not only beautiful and sweet, but she was kind, and she was generous, and she was so many full things as well. All of this knowledge of her, I got by her love. بسم الآب والابن والروح القدس الإله واحد آمين. عندما نتحدث عن أمنا القديسة السيدة العذراء فنحن نتحدث عن الخدمة والتواضع وأهم شيء العطاء. فكانت عطاياها لا توصف في التاريخ الخلاصي للبشرية. فمنذ أن اختارها الله لهذه الخدمة وقدس أحشاءها ليحل فيها الله الكلمة ذلك الجسد الذي تغذى من جسدها ودمها ورافقته في جميع مراحل حياته رفع على خشبة الصليب ذبيحة حية مقدسة مرضية عن خطايانا. وبعد صلبه وموته وقيامته أصبحت القديسة العذراء أما لجسد المسيح الثاني الكنيسة المقدسة. وكما أعطت الغذاء والحماية والحياة لجسد المسيح الأول كذلك أيضا أعطت الحماية والحياة والغذاء الروحي لكنيسته المقدسة، وهي باقية ومستمرة في عطاياها لهذا الجسد، فهي حقا قريبة من أبنائها. وها هي اليوم أعطتنا معلما روحيا وأبا وراعيا لكنيسة المسيح أبانا المحبوب نيابة الأسقف مرماري إيمانويل. فلتسمح لنا نيابتكم أبانا أن نحتفل بذكرى رسامتكم السادسة وأصالة عن نفسي ونيابة عن أبنائك الكهنة والشمامسة وجميع اللجان العاملة في كنيسة المسيح الراعي الصالح وجميع أبناء رعيتك أن نتقدم لك بأحر التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة على قلبنا ونسأل الرب أن يمنحك الصحة والقوة وأن يقويك بنعمة الروح القدس لخدمة الكنيسة المقدسة وكل عام وأنت بألف خير سيدنا. Thank you.
أخذها من الحبيبة. وفي هذا اليوم ويوم المجيء المحبوب لنا، وهكذا تصادف بأن رسامتك السادسة قد رسمت أسقفا في عيد انتقالها العظيم، فأرجو منها من أمنا الحبيبة أن تحفظك دائما وتعطيك القوة والصحة وتبشر بكلامك الجميل كل الأمم كل الجميع، لأننا عطشانين لهذا الكلام الرب الذي يقع الذي نخرج من فمك القديس المطلق. نطلبك يا أمنا الحبيبة أن تحفظنا لنا حبيبنا اسقفنا العزيز مار ماري دائما، وأرجو أن تقبل هذا الكيك الحلو من عندنا ومن كل جميع ومن جميع أبنائك، أرجو أن تقبلها ولو شغلة بسيطة من عندنا، هدية بسيطة لك يا سيد يا سيدنا، فأرجو أن تقبلها من عندنا. آمين. بسم الله والابن والروح القدس الى واحد امين. اولا واخرا نشكرك يا ربنا وفادينا ومخلصنا يسوع المسيح، يا من تالمت وفديت نفسك على خشبه الصليب وسفكت بدمك الثمين كيما تغفر ذنوب وخطايا كحقير مثلي. انت اتيت كيما تعود بنا الى بيت ابيك السماوي وترجعنا إلى الصورة الأولى الأصلية التي خلقتنا بها، كما قلت في كتابك المقدس هلموا ننزل نصنع إنسانا على شبهنا كمثالنا. يا يسوع أنت عدت لنا إلى جنة عدن مرة ثانية، إلى الصورة الجميلة صورة الله التي وضعتها فينا. أشكرك يا يسوعي من أجل أمك الحنونة مريم العذراء. أشكرك يا يسوعي لأنك اخترت أما بكل معنى الكلمة، لأنك أنت هو الله الحقيقي الظاهر في الجسد. قبل تجسدك أنت علمت بأنه لن يكون قلبا في كل العالم مثل قلب مريم العذراء البتولي، لذلك انتظرت حتى أتت الساعة كيما تولد فيها هذه الطفلة الجميلة، هذه الوردة الزهية كيما تختارها لتكون أما لك ومكانا كيما تسكن فيه. بصلواتك يا مريم العذراء أمنا الغالية أطلب منك أن تتشفعي لابنك الحبيب ربنا وفادينا ومخلصنا يسوع المسيح، أن يحفظ الآباء الكهنة أبونا سرقوم بابا وأبونا إسحاق رويل، أن يحفظ بصلواتك وطلباتك يا أمنا جميع الشمامسة خدام المذبح خدام ابنك الحبيب الذين هم أحبائي وإخوتي في الرب. بصلواتك يا أم الحنونة أن تحفظي جميع الحاضرين في هذه الكنيسة الجالسين والراكعين أمام عظمتك يا أمة. أنت المرأة التي رآها يوحنا الحبيب المتسربلة بالشمس والقمر تحت قدميها والتاج على رأسها ذو 12 نجمة. أنت الأم المعظمة ملكة، أنت الملكة يا أمة. صلي لكل فرد حاضر في هذا البيت المقدس بابنك أن يحفظ كل نفس حاضر الآن، أن يحمي كل نفس حاضر الآن، أن ينجي ويخلص كل نفس حاضر الآن،
أن يمحو خطايا كل نفس حاضرة الآن، أن يتشفع لأبيه السماوي أن نكون عروساً كاملة بلا عيب في اليوم الأخير. أرجوك يا أمه تضرعي لابنك الحبيب أن يحمي العراق سالماً غانماً. أرجوك يا أمه تضرعي لابنك الحبيب أن يعم بسلامه في كل قلب عراقي، أن يفتح قلوب الناس، أن يوعي القلوب والضمائر ويفتح الأعين والبصيرة كيما يروا ويبصر بأنه لا يوجد إلا طريق واحد وهو الرب يسوع المسيح، لا يوجد نور وإلا واحد وهو نور العالم الذي قال الرب يسوع أنا هو نور العالم، من يسلك فيا لن تدركه الظلمة. صلي يا أمه كيما يعم سلاما ربنا وفادينا يسوع المسيح في عراقنا الحبيب. صلي يا أمه وتشفعي من أجلنا جميعا عند ابنك الحبيب أن يضمد كل قلب أب ينزف دما وكل قلب أم وكل عين تنزف دمعة وكل شخص قد تشرد وشرد من بيته بعنف وقساوة وبلا ذنب. أطلبي يا أمه من ابنك الحبيب أن يرحم كل نفس متضايقة الآن في عراقنا الحبيب. يا أم سوريا، يا أم صيد نايل، أنت التي اخترت ذاك المكان وقدس هذا المكان بوجودك فيه. أطلبي من ابنك الحبيب أن يحمي سوريا ويعيد السلام فيها مرة ثانية ويعمرها أفضل بكثير مما كانت عليه سابقا. أرجوك يا أمه إن صلواتك لمصغاة لها عند ابنك، إن طلباتك مقبولة عند ابنك الحبيب الذي هو الله الظاهر في الجسد بالحق. صلي يا أمه من أجل سوريا، كل هذه النفوس التي خرجت باضطهاد لم نره من قبل أن يعودوا إلى أراضيهم سالمين وفرحين. أعمي السلام يا أمه واحفظي مصرنا الحبيب بكل أديرته وكنائسه ورجال الدين الذين يصلون بكل رهبانه وراهباته يصلون لابنك الحبيب ليلا ونهارا. أطلبي يا أمه من ابنك الحبيب أن يعم السلام في مصرنا الغالي وفي كل بقعة من شرقنا الأوسط الحبيب. من الشرق تشرق الشمس ومن الشرق أشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها ألا وهو يسوع المسيح ابن الله والله بنفسه. أنت يا يسوع الذي أشرقت على العالم بأسره بنورك البهي الحقيقي الإلهي أتيت من الشرق لكي تقول أنا الشمس الحقيقي، من يأتي إلي فسوف يرى كل شيء بوضوح. صلي يا أمه ليعم السلام في الشرق الأوسط. صلي يا أمه من أجل بلدنا الثاني أستراليا ومدينتنا الغالية سيدني وكل المدن الموجودة في هذا البلد الحبيب. أطلب من ابنك كيما يحمي كل فرد في الحكومة يشغل منصبا أن ينير قلبه وعقله كيما يصنع مشيئة ابنك الحبيب. احمي أستراليا من عدو الخير ومن كل مكايد إبليس، احمي أمريكا، احمي كندا، احمي أوروبا، احمي كل بقعة من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها. صليب ابنك الحبيب يغطي الكون بأسره، صليب ابنك الحبيب يغطي المسكونة بأكملها. بدمك يا يسوع افتديتنا، عد مرة ثانية وارحمنا واغفر خطايانا. نحن كثيرا ما قسونا عليك يا يسوع، نحن كثيرا ما ظلمناك،
نحن كثيرا ما خلناك وبعناك بالرخيص وانت اشتريتنا بالغالي، انت اشتريتنا بدم قد فاق اللآلئة الثمينة، ونحن بعناك بخرنوب الخنازير. اغفرنا يا يسوع وسامحنا بصلوات وطلبات امك الحنونة مريم العذراء. اشفق علينا يا صالح وارحمنا. ايها الآب السماوي، ايها ممتلئ محبة، يا ينبوع المحبة، أنت كلك حب حقيقي سرمدي، أنت الذي أرسلت ابنك الوحيد ولم تشفق عليه وأعطيته موت الصليب، موت اللعنة، كيما تخلصنا نحن عبيدك البطالين بمحبتك الأبوية السماوية السرمدية. أرحمنا يا أبتاه، نتضرع إليك أيها القدوس الآب باسم ابنك الحبيب الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلصنا وفادينا، أن تعم هذه المحبة في كل قلب، في كل بيت، في كل أسرة، في كل مكان، أن تتوحد كنيسة ابنك الحبيب بمحبتك الأبوية. وحد كنيسة ابنك الحبيب بسبب الدم الثمين الذي سفكه كيما يكمل مشيئتك يا أبتاه. وبروحك الحي المحيي القدوس الروح القدس المنبعث من الآب الذي يعطي الحكمة والذي يعطي الاستنارة الحقيقية كيما نرى يسوعنا ونفهم وصاياه، بروحك القدوس يا روح الحق والحياة هلما وعم علينا جميعا، هلما يا روح القدس الآن وأنر قلوبنا كيما نرى يسوعنا الحبيب، كيما نرى الطريق الحقيقي الذي يؤدي إلى الحق والحق الذي يؤدي إلى الحياة الأبدية. بقوتك يا روح القدس امسك بأيدينا واجعلنا أن نسير على خطوات راعينا الصالح يسوع المسيح الناصري. صلوات أمنا الحنونة فلتكون جميعا مباركين ومخدومين ومصومين باسم الثالوث المقدس الممجد إلى الأبد، الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. وكل عام وأنتم بألف خير. مناسبة انتقال أمنا الحنونة مريم العذراء يكون سبب بركة وخلاص لأنفس كثيرة، يعود كل خوف ضال إلى بيعة المسيح، وكل ابن ضال إلى بيته مرة ثانية، كل سجين يفك أسره، وكل إنسان خاطئ تغفر خطاياه بصلوات وطلبات أمنا الغالية مريم العذراء تاج رأسنا ونور عيننا، وبشفاعة جميع القديسين والملائكة أجمعين تكونون محفوظين ومختومين وموسومين باسم الآب والابن والروح القدس آمين. وأنا أشكر آباء الكهنة والشمامسة المحترمون وكل أفراد جوقة الراعي الصالح، أود أن نشكرها جميعا على هذه الأصوات الملائكية اللي سمعناها في خلال هذه الأيام الماضية واليوم أيضا. شكر خاص لجوقة الراعي الصالح إلى ممكن تصفيق خاص لقائد جوقة اللي هو الأستاذ الموسيقار جوني ريجا، والأشخاص اللي قاموا بالبي اي سيستم والساوند سيستم تصفيقة عميقة. ولكل فرد في أسرة الراعي الصالح بإله الفضل، وصحت النشة السيدات أيضا شكر خاص لهم، وكل فرد شارك في هذه الخدمة المباركة بترتيب الكنيسة. والشيء اللي ترونه أمام عيونكم احتراما وإجلالا لأمنا الغالية مريم العذراء
الرب يحييكم ويحفظكم ويعوضكم تعب محبتكم الآن وإلى الأبد. وكل شخص اللي حضر بهذه الأيام وهذه الليلة المباركة، أطلب أنا من أمي الحنونة، أنا العبد البطل الحبيب، مريم عرار تحييكم وتحفظكم وتكون معاكم دائما، وصلواتها تكون سور 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 عظيم وقوي جدا واقف في وجه إبليس، وتسحب الشيطان تحت رأسها بقوة ابنها الغالي الحبيب يسوع المسيح. تكون دائما بسعادة وفرح وبصحة وبعافية وإيمان قوي راسخ مبني على الصخرة اللي هو المسيح، صخر كل الدهور. بصلوات أمنا الحنونة الغالية تكونون في اليوم الأخير جالسين عن يمين العظمة، مباركين ممجدين مع الممجد الغالي يسوع الناصري وملكة السماء مريم العذراء. الرب يحميكم، وأشكركم جزيل الشكر لمجيئكم ولصلواتكم ولحضوركم. الرب يحميكم، ولازم عليه الكلام وإلا راح تنام الإيمان. الآن نطلب من الرب يسوع بصلوات أم الحنونة مريم العذراء وصلوات مار جرجس الشهيد العظيم على نية بناء الكنيسة الجديدة، على نية بناء الكنيسة الجديدة أن تكون مشيئة المسيح ربنا وفادينا ومخلصنا متممة في هذه النية الصالحة المقدسة، وأن تكون هذه الكنيسة التي سوف تبنى بنعمته ورحمته وبصلوات أمه الغالية مريم العذراء وصلوات شهيدنا العظيم ابن المسيح وابن مريم مار جرجس العظيم، أن تكون سبب بركة وخلاص لأنفس كثيرين يأتون إلى بيتك ويمجدون اسمك يا يسوع الغالي. وأخيرا وليس آخرا، نشكر حبيبنا شليمون متي ويا أشخاص الكاميرات ننساهم لأنه واقفين خلف الكاميرات فمرات ننساهم، ولكن نطلب من الرب أنه الموت ينساك. نطلب من الرب أن من أمنا الحنونة أن تطلب من السيد المسيح أن تحفظ أنت وأسرتك وكل فرد عزيز وغالي على قلبك. كل هذه السنين أنت عملت مجانا وعملت بمحبة التي هي أغلى من كل شيء، ولم تقل لمرماري أبدا لا ولا يوم إذا كنت مريضا أو معافى، إذا كنت بخير أو بطريقة أخرى، إذا كنت مشغولا أو لا، تركت كل شيء وأتيت كيما تلبي نداء الرب، نداء أمنا ونداء هذا العبد البطال مرماري. أنا لا يوجد كلام يكفي أن أشكرك، ولكن أطلب من أمي الغالية مريم العذراء أن هي تأتي وتباركك أنت وبيت أهلك الآن وكل أيام حياتكم وإلى الأبد. آمين. طبعاً هذه أمي. إذا أحكي ما راح أخلص. أمي أحبها مش لأنها أمي فقط، ولكن لأنها أم بكل معنى الكلمة، والرب يحمي كل أم موجودة الآن في هذا المكان المقدس وفي غير المكان، ولكن أنا مديون لها كل أيام حياتي مهما فعلت. ولكن أطلب دائماً أمنا الحقيقية اللي هي في السماء مريم العذراء أن تحميها، تحفظها دائما بصحة وبعافية وبخير، ومن حياتي من عمري على عمرك يا أمي الغالية دائما أشوفك قدام عيني بصحة وبسلام، وأنت علمتيني كيف أسلك في طريق المسيح، فأنا مديون لك من أجل هذا. الرب يباركك كما هو مباركك، الرب يكون معك كما هو معك دائما. وأنا واثق جدا وعلى يقين وفي إيمان قوي أنت بنت المسيح، ومكانك كبير جدا في السماء
في الملكوت في الدنيا الآخرة مكانك كبير جدا. أنا إذا وصلت أصلا راح أكون إيك تحت رجليها جالس. رب يحميك يا أمي. نطلب من الآباء أن يضعوا أيديهم معي بيدي ونقص هذا الكيك. أيضا الوالدة شماشة شماشة كيفاش تستاهل بالنيابة عن كل الشماشة شماشة جورج. يلا باسم الآب والابن كل عام وانتم بخير. هلا لازم ناكل كيك. لا تروح. ميرسي كل عام وانتم بخير. اونيتا. تفضل استريحوا في ترتيبة ثانية كمان. Thank you.
صلوات أم الحنونة، وكل عام وانتقال تذكار انتقال أم الحنونة إلى السماء يعود عليكم أجمعين بكل فرح وسعادة وصحة وعافية وإيمان أقوى وأقوى وأقوى بكثير من كل يوم قد مضى. نطلب من الرب أن يرحمنا جميعا بطلبات وصلوات أمه الحنونة وأمنا الغالية مريم العذراء. أشكركم جميعا لهذه المحبة وكل هذا التقدير، أولا وهذا الاحترام لأمنا الحنونة، وأخيرا وصغيرا جدا لهذا العبد البطال والمالي. أريد أقول كلمة، لما أتى الوقت حتى أرسم شماس كان يوم عيد انتقال مريم العذراء 15/8/1991. صرت شماس في الكنيسة، وبعد 20 عاما بالضبط مرة ثانية أتى الوقت حتى أرسم أسقف، وكان أيضا يوم عيد انتقال أمنا الحنونة بعد 20 سنة بالضبط. هذا لم كنت أفكر فيه أبدا ولم أحضر له، ولكن عندي ماما فوق هي اللي كانت محضرة كل شيء لهذا الابن الصغير. مديون لك يا أمه إلى الأبد، وأنا أعلم يقينا إن لم تكن مريم العذراء لم أكن باقي على قيد الحياة. هي اللي خلصتني من الموت الفعلي الحرفي الجسدي، خلصتني منه. كما قال هذا الراهب الأسترالي الذي الآن هو في دير مار أنطونيوس في مصرنا الغالي الحبيب، الأرض المقدسة اللي قدستها العائلة المقدسة في ذهابها إلى مصر. هذا الأب الراهب هو بالأصل أسترالي، لكن الآن هو راهب في الكنيسة القبطية في دير مار أنطونيوس. وشفتم ماذا قال، كيف التقى بأمنا الحنونة وجها لوجه. لا حلم ولا رؤية، لكن في الحقيقة ظهرت له. وهذا الراهب باي ذا واي، كما يقولون بالإنجليزي باي ذا واي، قديس، قديس الآن على الأرض، له معجزات كثيرة. واحدة منها يتكلم اللغة العربية وهو لا يعرفها، وليس اللغة العربية فقط ولكن اللهجة الصعيدية، باللهجة الصعيدية. لما يأتي راهب صعيدي يتكلم معه الروح القدس يحل عليه ويتكلم صعيدي وكأنه هو صعيدي جدع ويأكل فول بقي، ثم يرحل ويعود ثانية ولا يعرف اللغة العربية إلا بعض كلمات صغيرة وقصيرة جدا. أمنا الحنونة تحميكم أحبائي. هذه الترتيبة الأخيرة اللي رتلتها بنتنا وأختنا جاكلين جورجيس، وطبعا تصفيق حميم لجاكلين جورجيس. كل الجرقة فردا فردا، والأستاذ طبعا جوني بريخة يوما ما منذ مدة طويلة علمني كيف أعزف على البيانو، فهو أستاذي في الموسيقى. تصفيق حميم، وهو أخو أمي يعني خالي. عندنا هذه الهدية، الترتيلة الأخيرة اللي رتلتها أختنا جاكلين جورجيس هي باللغة الآشورية، كانت عملتها مفاجأة ليوم رسالتي أسقف قبل سنتين، ترتيلة واحدة مع الصور اللي شفتوها الجميلة، فراح نعطيها هذه كهدية لكم الحاضرين، وأتمنى إنه عندنا يعني ما فيه من الكفاية من النسخ لكل شخص. إذا في أكثر من شخص من عائلة واحدة أتمنى إنه تأخذونها، وأجل راح نساعدكم إن شاء الله وتكون كافية. بركتكم الحنونة تكون في حياتكم دائما، وصلوا لأجل هذا عبد البطل. الرب يحميكم ويحفظكم. خلينا نقوم للصلاة النهائية أو الختامية، والرب يحمي الجميع. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. يا رب اجعلني أداة لسلامك جميعا، يا رب اجعلني أداة لسلامك، أعطني أن أزرع القربة حيثما وجد.
الروح، أعطني أن أزرع الإيمان حيثما وجد الشك، أعطني أن أزرع المغفرة حيثما وجد النساء، أعطني أن أزرع الاتفاق حيثما وجد الخلاف، أعطني أن أزرع الحقيقة حيثما وجد الظلام، أعطني أن أزرع الرجاء حيثما وجد اليأس، أعطني أن أزرع الفرح حيثما وجد الكآبة، أعطني أن أزرع النور حيثما وجد الظلمة. أيها المعلم الصالح، اجعلني يا أصحابي يا أعزائي بل إلى تعزية الآخرين، ولا إلى أن أفهم بل إلى أن أفهم، ولا إلى أن أحب بل إلى أن أحب، فإنما بالعطاء تأخذ والحياة تجدها، وبالمغفرة يغفر لنا، وبالموت يبعث إلى الحياة الأبدية. آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. الرب يهديكم ويبارككم، كل عام وأنتم بألف ألف خير، آمين.